اليوم أخذتنا الرحلة إلى وادي البارد. وادي البارد رائعة من روائع الطبيعة، تقع جنوب سفح الجبال بابور، تبعد مسافة 50 كيلومتر من مدينة سطيف الواقعة بإقليم بلدية وادي البارد، والتي سميت بهذا الاسم نسبة للواد الذي يمر عبرها، والذي ينبع من أعالي جبال بابور. مكان للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الفاتنة. كما اقتربنا من موقع الشلالات ازداد المكان متعة للعين والحنين. اذا نترككم بهذه الفيديوهات وتحكيكم روائع مغامرتنا، فتابعونا.